أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أمنيات. نشكر كل اللي عم بتابعونا على قنوات أمني بأونتاريو وألبرتا وعبر الانترنت على موقع أمنيات الإلكتروني وعلى موقع اليوتيوب. نتمنى تكونوا عم تستمتعوا بالفقرات اللي عم نحضر لكم إياها، وشكر خاص للي عم بيتواصلوا معنا عبر الإيميل أو التليفون، وإحنا دايما منحب نسمع آرائكم واقتراحاتكم. برنامجنا اليوم حافل، رح نبلش اليوم مع مراد اللي محضر لنا فقرة عن العادات والتقاليد في رمضان. مراد، شكرا آسيا، وكل عام وأنت بخير، وأيضا مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم جميعا بخير. هذه الفقرة تقدم لكم برعاية تلفزات ART. شاهد أكثر من 50 محطة عربية بدون الحاجة إلى ساتلايت. رمضان أحلى مع تلفزات ART. يتميز شهر رمضان المبارك في لبنان بعادات وتقاليد دينية واجتماعية وثقافية تكاد تكون موحدة بين مختلف المناطق اللبنانية، إلا أن بعضها اختص بمنطقة دون أخرى وفقا للتوزيع الديموغرافي بين الطوائف الإسلامية، وتحديدا في الشمال والجنوب والبقاع مرورا ببيروت والضاحية الجنوبية لها. ويعود بعض هذه العادات والتقاليد إلى مئات السنين، ومعظمها مرتبط بحقبات تاريخية مرت على لبنان أو حملها إلى لبنان بعض الجماعات التي قدمت من بلدان المغرب العربي وأقامت فيه. ومن بين هذه التقاليد الرمضانية ما يعرف اليوم بسيبانة رمضان، وهي عادة بيروتية قديمة ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وتتمثل بالقيام بنزهة على شاطئ مدينة بيروت تخصص لتناول الأطايب والمآكل في اليوم الأخير من شهر شعبان المعظم قبل انقطاع الصائمين عن الطعام في شهر رمضان. وجرت العادة قديما أيضا على أن تتوجه العائلات البيروتية قبل غروب 29 من شعبان إلى شاطئ بيروت، تحمل معها أنواعا مختلفة من الطعام والشراب، وتقيم سهرات طويلة تترقب خلالها قدوم الشهر المبارك. في الجنوب اللبناني لا يزال المسحرات حتى اليوم، وفي العديد من القرى يجوب منازل المسلمين يقرع أبوابهم بعصا ينادي وقت السحر للقيام والتهيؤ للصوم عن الطعام والشراب. وهناك أيضا حفلات الإفطار التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الدينية والخيرية، ويدعى إليها رجال الأعمال والشخصيات السياسية والاجتماعية، وتخصص عادة لجمع التبرعات للأيتام والأعمال الإنسانية والخيرية ودعم بعض المؤسسات الإسلامية الرعائية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الفقرة والتي قدمناها على حضراتكم طوال شهر رمضان المبارك، فقرة عادات وتقاليد رمضانية من البلدان العربية. من أسرة أمنيات نتوجه إليكم بأجمل التحيات، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا هنيئا. هذه الفقرة قدمناها لكم برعاية تلفزات ART. شاهد أكثر من 50 محطة عربية بدون الحاجة إلى ساتلايت. رمضان أحلى مع تلفزات ART. لإعلاناتكن على برنامج أمنيات اتصلوا فينا على 416-595-6161. عروض مميزة ابتداء من $100 شهريا. اتصلوا فينا اليوم وسوا منطور إعلاناتكن لمستوى أفضل. مع أمنيات، بزنس أكثر ومدخول أكبر. أما هلا مشاهدينا منشوف مع بعض فقرة محضرت لنا إياها الزميلة لانا عن عمل درامي جديد. لانا، شكرا آسيا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم عبر برنامج أمنيات، واليوم حتكون آخر حلقة من فقرة الدراما الرمضانية. اليوم أنا حابة أحكي عن أحد المؤسسات السورية الشامية الضخمة اللي لقت إقبال جماهيري كبير خلال رمضان الماضي، أهل الراية الجزء الثاني. هو مسلسل درامي ومن إخراج سيف الدين سبيعي ومن تأليف أحمد حامد. أما أبطال المسلسل فهن قصي الخولي، تاج حيدر، داود الشامي، ناهد حلبي، سلافة معمار، ونخبة من الممثلين المعروفين. وعن هذا المسلسل مثل ما نعرف أنه مصير رضا الحر وقطر الندى انتهى بزواجهم في الجزء الأول. الجزء الثاني بيحمل من الأحداث ما بيعكر هذا الزواج. أبو الحسن نحن بنعرفه بيقرر التفرغ لتربية وتعليم أولاده، هو الحسن وأحمد، والاعتكاف عن الزواج. لما بتعود دلال وتتعافى بتلاقي انه ابو الحسن اخذ ابن احمد وتطلب انه يرجعه، بس هو بيرفض بشكل قاطع، بيقدم طبعا مبررات بالرغم من تدخل الشيخ طه والمختار ابو هاشم.
أما بالنسبة لرضا الحر يتطوع بالمعسكر للدفاع عن أهل الشام، وبالمعسكر بيقوم رضا بقتل ضابط دفاعا عن جندي مظلوم وبيحكم عليه بالإعدام وبياخدوه على سجن الأناضول. بس يا ترى شو رح يصير بنهاية المسلسل؟ رح يعدموا لرضا الحر ولا رح يعفوا عنه؟ خلينا نتابع أحداث المسلسل ونشاهد النهاية المرسومة لأبطال هذا العمل. ولهون بنختم حديثنا الموجز عن أهل الراية، وبمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد بحب لكم كل عام وأنتم بخير وتشوفونا عن قريب. لإعلاناتكن على برنامج أمنيات اتصلوا فينا على 416-595-6161. عروض مميزة ابتداء من $100 شهريا. اتصلوا فينا اليوم وسوا منطور إعلاناتكن لمستوى أفضل. مع أمنيات بزنس أكثر ومدخول أكبر.